تخرج لي راعي، راعي لهذه الفتاة اللي نهار اللي تزادت الوالدين ديالها فرحوا بها، كبروها، راوها، كونوها وعطوها لي. حنا ولينا كننساو هادشي، راه عطوها لي. قلو كان جا واحد يطلب ما نعرف شنو، راه ما نعرفش غيديروا عليها حرب، ولكن انت عطوها لك. سمحي لي يا لالا، عطوها ليك وعطوك، وباقي لي حد الان عاد حضرت انا بواحد العرس، الاب كيزوج بنته وكيبكي. سمحوا لي. طبعا هي اللي بغات، ما قلناش هي بغات، واني حتى عائلتها عطوها لي. فتنعتبر ان الزوج هو المسؤول الاول على الاستقرار ديال الاسره، وتنعتبره خصو يتحمل هذه المسؤوليه ديالها. والعلاقات بين الزوج والزوجه في الاسلام، وهذه مزيان ياخذوها علينا خوتنا الاوروبيين، اللي 40% ديال العداله ديالهم مشغوله بحل المشاكل بين الازواج والزوجات. ليس با مش علاقات مبنيه على المكارمه ماشي على المشاححه. المشاححه هي العلاقات اللي كتضبط العلاقات بين التجار. اما الاسره عندنا حنا، الرجل كيتقرب لله بالاحسان للزوجه ديالو، والزوجه كتقرب لله بالاحسان للزوجه ديالها، وهكذا تدوم في الاسره.